أنا أيهم أحمد. مخيم اليرموك يوميا عم بتدمر، صار له من حوالي أسبوعين. مخيم عين الحلوة، مخيمات الفلسطينية، النكبة، صار له 70 سنة. من خلال هذا الفيديو حابب أحكي رسالة عن النكبة. نكبتنا صارت نكبات، والوضع كل ما هو مأساوي، والشعب الفلسطيني من شتات إلى شتات، وما بعرف يعني نحن إمتى رح نلاقي مكان نتجمع فيه، نتجمع على دين، على سياسة، على شيء، بس نتجمع. الواقع مأساوي، ونكبتنا صارت نكبات، والمحطة 70. أيهم أحمد.